صباح الخير، تعالوا نعمل قهوة ونتكلم شوية. بعد الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن اننا لازم نسمع الاطفال ونصدقهم، في واحدة صديقتي قالت لي طيب ما ممكن يكون الولد او البنت بيكذبوا بجد. طبعا هي مش بتتكلم على الكيس بتاعت الحضانة دي، بس هي بتتكلم في المطلق ان ممكن الولد يجي يحكي لي حكاية ان فلان اذاه مثلا، او ان هو فلان ضربه، ودي ما تكونش قصة حقيقية. غالبا الحاجات دي بتكون حقيقية، مش عشان بس صعب تألفها على الولاد، بس علشان الولاد بيحتاجوا ان هم يطلعوها لان هم بيبقوا متفاجئين بيها. ده غير ان هو طبعا ممكن اولاد تكون بتكذب في اي حاجه، في حاجات كتير، بس ده برضو مش معناه ان احنا نقفل الموضوع على كده. يعني فكره ان هم يكونوا بيكذبوا او بيألفوا دي حد ذاتها مشكله كبيره، معناه ان هو في حاجه كبيره ناقصه هم بيدوروا عليها ومحتاجينها مننا واحنا مش بنديها لهم. فاحنا لازم نحاول نعرف اصلا سبب الكذب او التأليف ده ايه، لان لو في حاجه خطيره زي دي فهو مش هيبقى بس خيال واسع. خيال واسع ده بيبقى في الارنب اللي طار والمش عارفه العصفوره اللي جت قالت لي حاجات، انما في حاجه زي تحرش، تنمر، تعنيف جسدي، لفظي، نفسي، دي صعب يكون الخيال جزء فيها. فهي اكيد فيها مشكله اكبر، سواء هو ده حصل فعلا هو محتاج دعم ومساعده، او سواء ان هو زي ما الناس بتقول ممكن يكون بيكذب، بس برضه هيكون محتاج دعم ومساعده، وهيكون محتاج احساس بامان كبير جدا هيكون ناقصه.